سعد صباحكم يا رب. بنرجع لكم اليوم موضوعنا عن تربية الأطفال، حابين هيك بس نفرجيكم كيف هالثلج الأبيض. الله يجعل جميع قلوبكم بيضاء ويجعل جميع أيامكم بيضاء ويفرج عليكم وعلى جميع الناس يا رب، ويخفف على أخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي جميع الدول العربية. يعني أنا في طريق العودة من مدرسة الأطفال، وحاب نرد نتطرق لموضوع تربية الأطفال في السويد. امبارح ما تكلمنا عن أهم المهارات. يسعد صباحكم أخواني أسامة وبون. أهم المهارات اللي لازم يتعلموها الأطفال في حياتهم. يعني في مهارات كثيرة، يمكن أكثر من 100 مهارة في الحياة، بس في مهارة إذا الطفل تعلمها بيقدر يتعلم مهارات كثيرة، وهي تعتبر أهم المهارات اللي لازم الطفل يتعلمها في حياته، وهي المهارة اللي بواجه الطفل والأهل اثنين مع بعض بواجهوا فيها صعوبة. يعني هي تعتبر من أهم المهارات حسب الدراسات النفسية وحسب الدراسات الاجتماعية. هناك مهارة، ما بعرف إذا حدا فيكم بيعرف شو أهم مهارة لازم يتعلمها الطفل وحتى الإنسان. أي شخص يتميز في هذه المهارة بكون إنسان يعني نوعا ما متميز. اللي بيعرف يحكينا، بس حابين هيك نشوف نشارك آراءكم، نحاول هيك شوي ننفض لكم الذاكرة على هالصبح مع هالثلج ومحل أجواء هيك المطر والثلج والأجواء هيك الشتوية. يسعد صباحكم يا رب. اليوم نحكي عن المهارات، وحابين نتكلم عن أهم مهارة لازم نحاول نكسبها لأطفالنا منذ الصغر. نعم، مهارة الاستماع. إجابة صحيحة أختي، فعلا يعني بقول لك مهارة الاستماع هي من أهم المهارات اللي لازم نعلمها لأطفالنا. وهاي المهارة سبحان الله يعني بقول لك هاي المهارة موجودة مع الطفل في بطن أمه. يعني الطفل لا بيقدر، يعني الحواس كلها تقريبا معطلة وهو في بطن أمه ما عدا مهارة الاستماع. يعني حتى جربوا أنه الطفل مثلا المشاكل هاي اللي بتصير بالأسرة كلياتها تؤثر نفسيا على نفسية الطفل وهو في بطن أمه. عشان هيك لازم يكون المزاج رايق، ولازم تكون الأم في فترة حاملها يعني مشاعرها جيدة عشان ما يطلع الطفل عصبي، لأنه كتير ناس بيقول لك ابني عصبي، فاعرف انه يمكن هاي تكون من أحد الأسباب انه هو الولد كان عصبي، اللي هو بسبب اللي هو كان الأصوات اللي كان يسمعها وهو داخل بطن أمه. بالإضافة يا إخواني، إذا بتذكروا سورة الكهف رب العالمين لما ذكر قال ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يسعد صباحكم. فالإنسان لما تتوقف حاسة السمع عنده بينام، لكن إذا ظلوا يسمع ما بيقدر ينام. فموضوع السمع والإصغاء من الأمور الهامة جدا جدا جدا. فإذا أنت استطعت أنه أنت تربي ابنك على أنه يسمعك وتسمعه، اعرف أنه الطفل رح يصير فيه تفاهم. لكن إذا أنت كنت تحكي 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 والطفل بس هو المستمع، اعرف يمكن يكون هو رافض كلامك ومش قادر يجاوبك، لكن أعطيه مجال كمان أنه هو الطفل يتكلم، يعبر عن رأيه ويعبر عن حياته ويعبر عن حاجاته، لأنه الطفل حاجاته كثيرة. فبعض الأحيان بسبب الخوف وبسبب الخجل وبسبب بعض الأحيان إنه هو هاي المشكلة يمكن تسبب له انطوائية لما إحنا ما نعطي الطفل وقته وما نخليه يعبر عن ذاته وعن شخصيته. فإخواني، يعني أول مهارة لازم تعلمها لابنك اللي هي مهارة الاستماع والإصغاء، لأنه هاي من المهارات المهمة جدا
وتعرفوا انتم في الانسان عنده حواس، 5 حواس. سبحان الله، يعني اذا كان الانسان قادر على انه يسمع الاخرين، قادر انه يتكلم، فالشغله مش بكثره الكلام. فهذه امر هام جدا جدا. للاسف في اهالي كثير بخلوا الطفل عباره عن انه هو متلقي. لازم نحسن من قنوات التواصل. يسعد صباحكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم اخواني، واتمنى من كل واحد يعني شاركنا من خلال تجاربه مع اطفاله، لانه التجارب خير برهان على التربيه الصحيحه. فاذا انت كنت تستخدم، او انت اختي كنت تستخدمي اساليب جميله مع اطفالك، يا ريت تذكرينا اياها. وخصوصا احنا هنا في السويد، في هاي البلد بركزوا كثير على موضوع حقوق الطفل، وبركزوا كثير على حاجات الطفل. يعني مثلا قبل شوي انا رايح على المدرسه، لبنتي بتعرفوا الجو هسه عندنا ثلوج، فلازم زي ما حكيت لكم انا امبارح انه لازم يكون حاط انت اكسترا، يعني مثلا حاط لك بنطلون اضافي في المدرسه، حاط لك جربات اضافي في المدرسه، فالثلج دخل يعني مثلا يمكن من الجزمه يدخل على الجربان او الكلسات تبعت الطفل، فلازم يكون عندك احتياط. فاذا ما كان عندك احتياط مشكله، يعني يمكن المعلمين تضطر انك ترجع على البيت، وافرض انه عندك شغل راح تسبب لك مشكله وتاخرك عن الشغل وتلخبط حالك. فالاحتياط والاستعداد واجب بالحياه. نعم، الاسواق والمحلات فيها تدفئه في الطرقات مشكله. نعم، الطرقات في بدايه الشتاء في مشكله، حتى يعني امبارح كثير شتى الثلج، فبعض الاخوات اللي بيستخدموا العربيات شوي بواجهوا مشكله، لانه مش كل الطرق تم ازاله الثلوج منها. فالواحد بده ياخذ احتياطه انه يطلع مبكرا عشان ما يتاخر على اطفاله، عشان ما يعصب، لانه احنا سبحان الله احنا بنعصب بسرعه، اي شغله بتثيرنا. احنا للاسف مش طبعا مش الكل، كل انسان حسب تربايته، بس احنا يغلب القول علينا انه انفعاليين اكثر. واحنا اول ما لفت انتباهنا في وجودنا في السويد انه هم شعب هادئ جدا جدا، شعب خجول، شعب ما بحب الاختلاط، غير اجتماعي جدا. ممكن كل واحد حسب تجربته، لازم انت تكون المبادر اكثر. نرجع لموضوع تربية الاطفال، بدنا نحكي شو اي مهارات اخرى لازم الواحد يحاول يعلمها لابنه في السويد او في الغربة. يعني ممكن تعلمهم اللغة، ممكن تعلمهم اللغة العربية، ممكن تعلمهم اللغة السويدية، الأحرف، الكتابة. أنا واجهت والله يا إخواني مشكلة مع بنتي الأخيرة، يعني أولادي الاثنين بتكلموا عربي تقريبا بطلاقة، وبكتبوا عربي، وبحضروا الدروس في المدرسة اللغة العربية. أنا أنصح كل أسرة إنه هي في البيت ما يتكلموا مع أولادهم إلا باللغة العربية، لأنه صعب تسيطر على أطفالك لما يتكلموا مع بعض سويدي. صعب، يعني أنت بتطلع من البيت بصيروا يتكلموا مع بعض سويدي، لأنه هم طول النهار بالمدرسة بيحكوا مع بعض سويدي. فأنا بنبه حتى على أطفالي، عشان بنتي الأخيرة صارت يعني أقرب للغة السويدية من اللغة العربية، فأنا بنبه عليهم أنه يحكوا معها بالعربي، لأنه الأولاد أسهل إلهم. يعني لاحظت كثير حتى عائلات عربية أشوفهم بالمدرسة يقولوا لي، بالذات المقيمين زمان. فلازم نحاول انه احنا يعني حتى المدرسة تعليمات من المدرسة بقول لك ركز على موضوع علمهم اللغة العربية، احكي معهم بالبيت. هم مش بحاجة تحكوا معهم سويدي في البيت، لانه هم بيقضوا 8 ساعات و9 ساعات في المدرسة. فهاي المهارة مهمة جدا، لانه بتربطهم في تاريخهم، تربطهم في عاداتهم، تربطهم في أسرتهم، تربطهم في الوطن تبعهم. فاللغة يا إخواني، اللغة إشي مهم جدا جدا. ويمكن احنا مقصرين في الموضوع، كل واحد حسب مكانه، كل واحد حسب وجوده. بس أنا بحكي لكم يعني من ناحية علمية، يعني إذا أنا مثلا كنت مقصر هذا التقصير مني، لكن هي إشي أساسي. لأنه أنت لما تسافر على بلدك أو أي بلد عربي وابنك ما يعرف يحكي،
ما راح يخطط في حياته انه يستقر في بلد عربي، لانه راح يشعر انه هو غير قادر على التواصل مع المجتمع الجديد اللي هو بيعتبر بلدك العربي يمكن مجتمع جديد بالنسبه له. فحتى ما بتشجع وما بتشجعك انه انت تسافر على بلد عربي، يعني يمكن يقول لك خدني بابا على تركيا، خدني على فرنسا، خدني على بلد عربي، بلد اجنبي، ولا تخدني على بلد عربي لانه ما بعرف يحكي اللغه. يمكن يعرف يحكي انجليزي او يحكي سويدي اكثر من اللغه العربيه. فهاي من المهارات الاساسيه اللي هي اليوم بدنا نركز عليهم، بس تنتين ما بدنا نكثر، اللي هي مهاره الاستماع ومهاره تعلم اللغه. طبعا بتعرفوا انه في جوامع كتير، الله يسعدكم ويسعد صباحكم جميعا، اخواني وائل واخوي ابو محمد الحسيني والاخ صفاء والاخ والاخت ايمان، الله يسعد صباحكم جميعا. في مهارات كثيره، بس احنا بنحاول نركز على الاشياء المهمه، ويا ريت تشاركونا زي ما حكينا من خلال تجاربكم، من خلال الكتب اللي قريتوها او المحاضرات اللي انتم تسمعوها. طبعا انا بنصحكم وبشده الدكتور مصطفى ابو سعد، هذا الدكتور يعني له فيديوهات وله كتب رائعه جدا في مجال تربية الأطفال، وهو يعني بارز جدا على صعيد تربية الأطفال في الوطن العربي. وطبعا في دكاترة كتير، في عندك جاسم المطوع في عنده محاضرة رائعة جدا عن مهارات، وبحكي فيها عن مهارة الاستماع بشكل مفصل، وهاي المحاضرة تبعته صارت في مدينة المغرب، في المغرب في مدينة فاس. فأنا بحاول أتابع هاي الأشياء وحاول أفيدكم من خلال اللي بعرفه، بس بتمنى انتو كمان تشاركوا، يعني انتو برضو شاركوا خبراتكم وتجاربكم عشان يعم الخير على الجميع. اتمنى للجميع يوم سعيد. انا مش حاب اطول عليكم كتير، كل يوم هيك شوي مقتطفات نحكي فيها، ورح نشرككم بعض البوستات المهمة زي اللي نشرتها مبارح، ارفقها في التعليقات عشان تستفيدوا، لانه فعلا موضوع الاطفال مقلق للجميع العائلات اللي موجودين في السويد. ويا اخواني موضوع الخوف رح نحكي عنه في يوم من الايام، لانه احنا صارت تربية اطفالنا صارت ترتبط بعملية الخوف، الخوف من الرفض، الخوف من الفشل، الخوف من المجهول. صار الواحد يخاف انه من السوسيال يجي ياخذ اولاده، خايف من الرفض لو اتبع اسلوب الوطن العربي بتربيتهم. فنحاول نتكلم عن الامور هاي بطريقة مفصلة، بس كل مرة نحاول نعطيكم معلومات بسيطة عشان تقدروا تطبقوها، لأنه كثرة المعلومات بدون التطبيق لا تفيد يا إخواني. كثرة المعلومات بدون تطبيق زي اللي بيشتري دواء وما بيشربه. فحاول إنه أنت تستخدم العلاج، مش بس إنك تجيبه وتحطه عندك بالبيت. إذا ما طبقت على نفسك وعلى أولادك، يعني بقول الدكتور صلاح الراشد بقول اللي بسمع هسا، انت بتسمع اللي بسمع وبكتب ملاحظات، هذا بيستفيد 50% الى 58%. اللي بسمع وبطبق هذا بيستفيد 90% من المعلومات. فاذا انت بدك تستفيد من الكلام اللي بنحكيه 90%، خذ الكلام هذا وسجل ملاحظاتك وانشرها عند اصدقائك عشان يستفيدوا، وطبق على اولادك، وطبق على الاولاد اللي انت بتدرسهم في المدرسة او في اي مكان. وحاولوا برضو استفيدوا من المدارس تعليم اللغة العربية، حاولوا استفيدوا من الجوامع اللي بتعلم اللغة العربية عشان تطوروا لغة ابنكم. حاولوا يتعودوا على الكتابة، جيبوا لهم كراسات الخط العربي، هاي موجودة وموجودة في مدينة ستوكهولم، ما بعرف المدن الثانية. فهذا أمر هام جدا. والله يا أختي لو إن هالموضوع سهل كان ما سمعنا قصص كتير لأسر اتخذت منهم أولادهم أو اتطلقوا. يعني يمكن يكون الأطفال سبب من أسباب الطلاق للأسري، لما جار يتهاوش مع جاره ويقضوها مشاكل على سبب أطفالهم، توصل المشكلة للزوجة والزوجة بتكبرها مع جارتها، ويمكن تكبر الموضوع. احنا ما بدنا نحكي السلبيات هسا، نركز على الإيجابيات، بس الموضوع حساس جدا، وكثير وصلتني رسائل حتى يا اخواني وصلت مرحلة الخطف.
يعني صار الزوج عشان يخلص من السويد وعنده مشاكل مع زوجته أو مع أطفاله، صار يتوصل معه الأمور أنه يخطف أولاده ويسافر على بلد تاني، والعكس أو الزوجة هي تقوم بالعمل هاي. وصلتني قصص لأكثر من عائلة انخطفوا أولادهم وصار لهم 5 سنين بدوروا على أولادهم. واحدة منهم أخت من سوريا تواصلت معي قبل كم من يوم، صار لها 5 سنين مش شايفة أولادها. فعندي قصص كثيرة، قصص عائلات تعدوا على بعض بسبب أولادهم، وصلت المشاكل للمخفر وللشرطة. وعندي القصص هاي، والأشخاص اللي بتابعوني بيعرفوا حالهم، بس أنا ما بحب أحكي، وهاي الأمور خاصة جدا جدا، أنا بحكي لكم بشكل عام. فإخواني في قصص كثيرة، وإحنا عشان هيك بنحكي لكم، إحنا بنحكي ونركز على أمور الأطفال عشان هي سعادة الأسرة بسعادة أطفالها. لأن أنت لما تشوف ابنك ناجح متفوق مرتاح مندمج بسمع كلامك ما بوقف مع حدولة الشلل، بكرة لما يكبر مين قدوته؟ بصير يطلع على الأولاد هدول اللي بروجوا مخدرات اللي عمرهم 15 و16 عن محطات القطارات، وما شاء الله ما عدادهم كل مالها بتزيد، وبصير هو هاي قدوته وقدوة الأشخاص الفاشلين في المجتمع. وشوي شوي يمكن يروح يشكي على أبوه أمه. ياما سمعنا قصص أطفال لما وصلوا الـ14 والـ15 وابحثوا بالنت بتلاقوا قصص عائلات عربية أطفالهم وبناتهم. وأنا قبل كم من يوم سمعت قصة واحدة شكت على أمها، وفي أطفال حتى بيستخدموهم لما الأطفال القصر ينحطوا في أماكن معينة للرعاية، إذا هربوا الأغلب بيستخدموهم لأغراض الجنس. وموجود الأخبار في الراديو السويدي، ادخلوا واقرأوا. فإذا أنت ما حافظت على ابنك راح تخسره. هون الوضع بيختلف عن البلاد العربية، تقول لي عمك بيساعدك وخالك بيساعدك، هون القانون إذا أنت مخطئ راح يحاسبوك ويمكن تنسجن، وإذا هو مش قادر يعيش معك راح يأخذوه منك. فأنت أعرف حدودك وأعرف إمكانياتك عشان ما تخسر نفسك ومتخسر زوجتك وتخسر أولادك. فأول المهارات زي ما حكينا اليوم هي مهارة الاستماع، اسمع ابنك، أعطيه مجال يحكي كل يوم، خلي يتكلم، خلي يعبر عن رأيه. الله يوفق الجميع، والله يسعدكم. وهي الطير وأنا طير في السماء، ويوم سعيد عليكم وعلى جميع الناس في كل البلاد، والسلام عليكم ورحمة الله. شاركونا في التعليقات. أخوكم رائد من استوكهولم.